الصحفي المهم اللي بنشرف فيه بتواجد السيدة ميمونة شريف وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية. ويمكن عشان المسمى برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية دي المنظمة التابعة للأمم المتحدة المعنية بقضايا الإسكان والتنمية العمرانية وتطوير العشوائيات والمدن والمرافق والبنية الأساسية اللي هو صلب عمل وزارتي الإسكان والتنمية المحلية. والحقيقة هذا البرنامج طبعا يعني برنامج مهم جدا ومسؤول عن هذه القضايا اللي بتهم عدد مليارات من البشر على مستوى العالم كله. والحقيقة يمكن كان هناك تفاوض مع هذا البرنامج على مدار الفترة الماضية أن تقوم مصر بالتعاون مع البرنامج في استضافة المنتدى الحضري العالمي رقم 12. والحقيقة هذا المنتدى بيعتبر يعني عشان بس نشبهه لينا كلنا بيبقى مماثل ومشابه للكوب اللي احنا الحمد لله مصر نجحت في تنظيمها بطريقة أشاد بها العالم في نوفمبر الماضي في شرم الشيخ. والحقيقة يمكن يعني النهاردة أنا شرفت بحضور وشاهدت توقيع بدء الخطوات التنفيذية لتنظيم المؤتمر اللي هيبقى مقرر لي إن شاء الله نوفمبر 2024. فالحقيقة يمكن أهمية هذا المؤتمر العالمي إن برضو بيحضروا الحقيقة أعداد كبيرة جدا من كل الخبراء المعنيين على مستوى العالم وبيبقى فيه تواجد كبير من رؤساء الدول ورؤساء الحكومات أيضا. وإن شاء الله هيبقى بيتم استضافته في محافظة القاهرة. والنهاردة الحقيقة السيدة ميمونة يعني كان في لقاءات متواصلة مع السيد وزير الإسكان والسيد وزير التنمية المحلية، كانت في زيارة للعاصمة الإدارية الجديدة. والحقيقة يعني أبدت انبهارها الشديد بالمصر قدرت أنها تنفذه في هذا النموذج الناجح لإنشاء المدن الجديدة. وطبعا بإذن الله هيبقى التنظيم بتاع الفعاليات لهذا المنتدى العالمي الكبير زي ما قلت لحضراتكم في نوفمبر 2024 داخل محافظة القاهرة، وهيبقى بيناقش القضايا اللي تخص التنمية العمرانية والإسكان في ضوء التحديات اللي العالم كله بيواجهها النهاردة، وإزاي التركيز على موضوع الاستدامة في ضوء طبعا المشاكل اللي العالم كله بيقابلها. فيمكن مش عايز أطيل على حضراتكم، ومرة أخرى برحب بالسيدة ميمونة شريف وزيارتها لمصر، والنهاردة ان احنا بنشهد توقيع فعاليات استضافة مصر لهذا المحفل الدولي الهام جدا اللي ان شاء الله هنبقى بننظمه العام القادم بإذن الله. مسز ميمونة. Thank you very much, Mr. Prime Minister. بسم الله الرحمن الرحيم. لك سيدة رئيس الوزراء. Your Excellency Dr. Mustafa. سيادة رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي رئيس وزراء جمهورية مصر العربية، السادة الوزراء، السادة الوفود والحضور، الزملاء الصحفيين والإعلاميين، السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومساء الخير لكم جميعا. إنه لمن دواعي سروري أن أعود مرة أخرى إلى مصر وإلى القاهرة، وكذلك أن أعود لنبدأ رحلة شيقة للغاية للجلسة 12 من المؤتمر العالمي. الخطة كما أعلنها رئيس الوزراء الآن أننا سوف نعقد هذا الاجتماع في نوفمبر من عام 2024. اسمحوا لي كذلك أن أعبر عن تقديري الشخصي لسيادة رئيس الوزراء لأخذ هذا الوقت من جدوله الممتلئ لكي ينضم إلينا في هذا الاجتماع اليوم. وهذا الإنجاز كان محورياً في جعل هذا الحدث واقعاً، ونحن في الواقع ممتنون للغاية لالتزامكم
بالحفاظ على التنمية العمرانية المستدامة ودعمها. هذه رحلة أنتم تبدأونها اليوم وهي قد بدأت بالفعل منذ عام مضى، ونحن نعلن أن الاجتماع 12 سوف يتم استضافته في القاهرة الجميلة التاريخية. كما تعلمون فإن المنتدى العالمي هو من بين أهم المنتديات التي تعقد في مجال التنمية العمرانية، حيث يتم الاجتماع من خلال الوزراء، الأكاديميين، الأساتذة، وكذلك كل المتخصصين في مجال التنمية العمرانية كي يتبادلوا وجهات النظر والأفكار بشأن المستوطنات البشرية. وللمرة الأولى منذ 20 عاما فيتم عقد هذا الاجتماع في القارة الإفريقية، ويتم استضافته في مدينة كبيرة مثل مدينة القاهرة يسكنها تقريبا 20 مليون شخص. لذا هذا المنتدى العالمي كذلك يأتي كنقطة محورية في عقد العمل الخاص بنا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. من خلال المنتدى الإقليمي والعالمي فإن المدن كلها تساعد بعضها البعض وتسرع من عملية تنفيذ أجندة أهداف التنمية المستدامة. وأنا واثقة من أن المسار السابق للمنتدى العالمي سوف يعززه هذا الاجتماع الذي سوف يعقد في القاهرة، وسوف يضع كذلك مقاييس معيارية جديدة كي تتبعها كل المدن في كل أنحاء العالم. في الاجتماع السابق في كوالالمبور في ماليزيا كان لدينا تقريبا 24 ألف مشارك، وكانت هذه مشاركة كبيرة للغاية. في أبو ظبي أثناء الاجتماع العاشر تمكننا من أن نصل إلى مساواة في الحضور، ونحن نكرر هذا مرة أخرى في الاجتماع الحادي عشر حيث كانت المشاركة واسعة. ونحن كان لدينا كذلك أهم اجتماع عالمي شارك فيه الكثيرين من مختلف أنحاء العالم، أخذين في الاعتبار احتياجات ذوي الاحتياجات الخاصة وكذلك الأشخاص الذين يعانون من إعاقات بصرية وسمعية. وبطبع هذا المنتدى العالمي ليس فقط لكي يحقق كثير من السجلات والأرقام القياسية، ولكنه يهدف إلى اتخاذ إجراءات تنفذ على أرض الواقع. فالهدف منه هو أن نتأكد من أننا لن نترك أحد يتخلف عن الركب، وأننا كلنا سوف نتخذ الإجراءات الهامة، خاصة الإجراءات التي يمكن أن تنفذ على أرض الواقع. وأنا واثقة من أننا نستطيع أن نقدم أمثلة من خلال هذا الاجتماع الذي سوف يعقد في القاهرة، حيث أنني قد ناقشت هذه المسألة مع وزارة الإسكان ووزارة التنمية المحلية في مصر هذا الأمر، ورأينا الإجراءات التي يمكن من خلال العمل عليها بشكل جماعي أن نجعل كل مدننا تتمتع بالصمود والمرونة. ونحن نسعى لكي نعقد هذا الاجتماع في القاهرة، فهذا أفضل مكان يعقد فيها الاجتماع. مصر أم الدنيا. لذا رئيس الوزراء نقدم لك كل دعمنا والتزامنا والتزام كل فريقنا، وكذلك كل الفريق الموجود في دولة المقر، وكذلك المنسق المقيم الموجود معنا. كل الفريق سوف يعمل معكم ومع وزارتكم أثناء عملية التحضير للاجتماع. نشكركم مرة أخرى، نشكر حكومة وشعب مصر على هذه الفرصة لتنفيذ الاجتماع 12 هنا في القاهرة، وأنتم سوف تقدمون ما تم إنجازه حتى الآن. شكرا لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. معالي دولة رئيس الوزراء السيدة ميمونة شريف، بنرحب بحضرتك مرة تانية في القاهرة. والمنتدى الحضاري العالمي 12 الثاني عشر أعتقد هيكون في بيئة أكثر خصوبة لمناقشة قضايا العمران والتحول العمراني. المنتدى الحضاري العالمي 11 في كاتوفيستا كان بيتحدث عن التحضر والتغيرات المناخية. أعتقد أن احنا في القاهرة هيكون العنوان الكبير للمنتدى تحول المدن إلى مدن أكثر استدامة تحقق الأمن والصحة والسلامة والاحتواء لقاطنيها. هي فكرة أكبر لمفهوم المدن والعمران
من وجهة النظر ليست وجهة نظر نظرية مبنية على افتراضات أو تجارب بسيطة، إنما هتكون التجربة عميقة، حيث أن تجربة التحضر والمجتمعات العمرانية في مصر هي تجربة عميقة جدا وقديمة جدا. مصر فيها أكثر المدن وأساليب العمران من ناحية التاريخ، وفيها أكبر تجربة مدن جديدة وتحولات متعلقة بالإسكان بمستوياته المختلفة. أعتقد التجربة هتكون ثرية جدا، بحيث أنها تتيح لكافة الأطراف المعنية ذات الصلة بقضايا العمران والتحضر أن يكون في مناقشات للوصول إلى أفكار تساعد المدن على الصمود في ظل التغيرات اللي بتحصل، والمدن تكون أكثر استدامة وأكثر خدمة لقاطنيها. التعاون مستمر ما بين الحكومة المصرية وبرنامج المستوطنات البشرية لفترة طويلة، ووزارة الإسكان بيسعدها وبيشرفها إن هي بتحتضن المكتب الإقليمي لبرنامج المستوطنات البشرية للأمم المتحدة. كمان هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة كان ليها الشرف في عام 2021 إن هي حازت على جائزة الشرف للتنمية المستدامة اللي بيقدمه برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ودي أكبر جائزة بيقدمها الأمم المتحدة للهيئات والمنظمات العاملة في مجال التحضر والتنمية المستدامة لمجهودات الدولة المصرية عموما في برنامج الإسكان الاجتماعي. أعتقد استمرارا لهذا المجهود ومجهودات أخرى كثيرة، يعني لنا أن نذكر بس منها على الأقل أن البرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية شريك رئيسي في إعداد كثيرا من المخططات للمدن المصرية القائمة وبعض المخططات للمدن الجديدة، ومنها مدينة العالمين الجديدة اللي تم إعداد المخطط الاستراتيجي لها بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية. أعتقد إن شاء الله المنتدى الحضري 12 هتكون تجربة فريدة واستفادة كبيرة للجهات المعنية وكل المشاركين في هذا المؤتمر. شكرا دولة رئيس. شكرا، شكرين، شكرا يا جماعة. بشكر حضراتكم جميعا، وطبعا نتمنى التوفيق إن شاء الله وتكون دورة ناجحة كما كانت يعني دورة الكوب 27. وزي ما سمعت وحضراتكم بيبقى مستوى الحضور ممكن بتبقى بأعداد بتتجاوز 20,000، وده بيبقى طبعا عدد ضخم، ولكن إن شاء الله مصر بتجربتها الثرية في تنظيم هذه الفعاليات الدولية بإذن الله سنكون قادرين على ذلك. بشكر حضراتكم وألف شكر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.